قلعة قايتباي بالإسكندرية بتشهد حاليا بدء تنفيذ أعمال مشروع صوت والضوء لتحسين التجربة السياحية للزائرين. المشروع ده بيقدم عروض الصوت والضوء اللي بتحكي تاريخ مدينة الإسكندرية وحضارتها العريقة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. هيعملنا مشروع جديد ومهم جدا، تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر مع الأستاذ محمد بتولي مدير عام آثار الإسكندرية. أستاذ محمد بنرحب بحضرتك، وبداية كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب والشعب المصري كله بخير وطيب. إيه اللي بيشتمل عليه هذا المشروع؟ أول مرة يبقى عندنا صوت وضوء في مكان مهم جدا في إسكندرية، قلعة قايتباي. طبعا احنا كاثريين في اسكندريه ده كان املنا من زمان يعني، وكان دايما احنا بنتطلع طبعا للاول مشروع صوت وضوء اتعمل في مصر كلها، كانت في سنه 1972، وطبعا ده كان مشروع صوت وضوء بتاع معابد الكرنك. صحيح. ودايما احنا في اسكندريه كنا نقول اسكندريه تستحق طبعا اللي يبقى المشروع ده موجود على ارضها، يعني عروس البحر الابيض المتوسط. والحمد لله يعني تكلل التمنيات دي بالنجاح بموافقه مجلس اداره المجلس الاعلى للاثار طبعا، وموافقه اللجنه الدائمه للاثار الاسلامي برئاسه الدكتور مصطفى وزيري على اقامه المشروع بقلعه قايتباي. في الحقيقه المشروع طبعا مكوناته يعني مكونات بسيطه، طبعا هي هتبقى في السماعات اللي موجوده، طبعا سماعات مجسمه بطريقه معينه يعني عشان خاطر يبقى الصوت مجسم في كل ارجاء القلعه. القلعه طبعا 4 فدان ونص، يعني مساحتها 4 فدان ونص كبيره طبعا جدا، بالاضافه طبعا للنظام اللي هيتعمل بيه البروجيكتور اللي هيسقط الاضواء اللي على الجسم القلعه، هتبقى العرض على البرج الرئيسي على الجدران الخاصه بالبرج الرئيسي في مقدمه القلعه على طول. وده طبعا هيبقى الحفلات سواء حفلتين او ثلاثه على حسب طبعا الاقبال بعد مواعيد العمل اللي هي بتقفل القلعه القايتباي، بتقفل حاليا الساعه 8 مساء، والحفلات هتبقى من بعد 8 مساء حفلات ليليه طبعا. اكيد هيبقى لها بقى جدول للايام، ولا هتبقى ده موجود بشكل يومي لتنشيط السياحه اكتر ولجذب مزيد من الزائرين اللي ييجوا يحضروا ويتابعوا؟ والله طبعا احنا نتمنى تبقى طبعا بشكل يومي وتبقى حفلتين وثلاثه واربعه كمان، بس طبعا ده هيبقى من خلال شركه مصر للصوت والضوء والتنميه السياحيه على حسب الاقبال اللي هيبقى موجود، طبعا حجز الكتروني، فعلى حسب الاقبال الاجهزه طبعا موجوده والساده المفتشين موجودين والفنيين الخاصين بالشركه موجودين، فتبقى الحفلات مستمره يعني طالما في اقبال وفي حجز يعني لاقامه لحضور الحفله. طب استاذ محمد عايزين نتكلم حضرتك عن السيناريو هيكون عامل ازاي؟ ازاي الصوت والضوء هيحكي تاريخ مدينه الاسكندريه والحضارات المتعاقبه اللي كانت في اسكندريه؟ لانه في ملامح كتيره جدا وفي محطات تاريخيه مهمه جدا لمحافظه اسكندريه. طبعا هو زي ما حضرتك شفت كده في الخبر والبيان اللي نزل على وزاره الصفحه الرسميه لوزاره السياحه والاثار، احنا بنتكلم عن تاريخ اسكندريه بشكل عام بقى. طبعا الناس كلها عارفه ان اسكندريه مدينه كوزموبوليتان، فطبعا حضارات متنوعه، يوناني وروماني وقبطي واسلامي وعصر حديث، فهيشمل كل الكلام ده كل العصور اللي مرت على اسكندريه وحضاراتها العريقه. وطبعا مش هننسى تاريخ المكان اللي اتبنى فيه بقى، اللي اتعمل فيه المشروع وقيمه فيه المشروع اللي هي قلعه قايتباي، هيبقى تاريخها وتاريخ انشائها وتطور المراحل الخاصه بيها لحد ما وصلنا لل 2023 حاليا على فكره. وبيتعمل كمان يعني وزاره الصحه والاثار بتقوم بعمل ترميم وصيانه شامله بحيث ان احنا نبقى جاهزين عند عرض الصوت والضوء. تفضل دكتور مصطفى وزيري وعطى بدء التنفيذ للمشروع، طبعا احنا شغالين دلوقتي في المشروع لكن البدء الفعلي للتشغيل ان شاء الله هيبقى مع النص الاول من 2024. استاذ محمد قول لنا يعني هي الاسكندريه بتستهدف مين من السائحين؟ المشروع ده بيستهدف ان هو يجذب مين؟ سياحه داخليه ولا سياحه خارجيه؟ ولو سياحه خارجيه جنسيات ايه؟ ولو سياحه داخليه في اوقات ايه؟ القلعه يعني بشكل عام هي ايقونه اسكندريه يعني بجد يعني، وده احنا لامسينه كناس شغالين في الموقع. مفيش رحله بتيجي تزور اسكندريه عروس البحر الابيض المتوسط اللي على برنامج زيارتها لازم يروح قلعه قايتباي. لو ما راحش قلعه قايتباي هو بيعتبر نفسه ما جاش اسكندريه يعني. فاحنا شايفين قدامنا كل رحلات اليوم الواحد، حتى بلاش حتى الناس المقيمين، كل رحلات اليوم الواحد من المحافظات القريبه مننا بالذات مطروح والبحيره والغربيه
لازم يجوا لما يجوا اسكندريه لازم تبقى على برنامج الزياره هي قلعه قرديه. فطبيعي بنستهدف السياحه الداخليه والسياحه الخارجيه طبعا، يعني احنا شغالين على السياحه بشكل عام، سياحه طبعا داخلي وخارجي. خارجي طبعا دول اللي جايين طبعا بيحملوا الخير كله وهم جايين طبعا، فلازم ان احنا المستهدف طبعا زياده طبعا موارد المجلس الاعلى للاثار وزاره السياحه والاثار، وطبعا الاجانب خصوصا بقى اوروبا طبعا وامريكا الشماليه طبعا والجنوبيه ودول شرق اسيا كلها وطبعا البلاد العربيه. فطبعا احنا بنستهدف السياحه كلها يعني بشكل عام، وهي اصلا التجربه دي يعني معموله ضمن اجراءات كتير جدا عملتها وزاره السياحه والاثار والاستاذ احمد عيسى وزير الصحه والاثار لتحسين التجربه السياحيه للزائرين. لوحات ارشاديه دلوقتي، في تذاكر الكترونيه، بوابات الكترونيه، الحجز الالكتروني. فطبعا الحاجات دي كلها بنكمل بقى المنظومه بمشروع الصوت والضوء. واما كنا بنتكلم في الموضوع دوت طبعا اثناء التنفيذ اكيد بيبقى في بعض الحاجات الفنيه اللي محتاجه تذليل العقبات اللي قدامها. وبالامانه يعني كل قطاع الاثار الاسلامي برئاسه الدكتور ابو بكر متحمس جدا للمشروع زي ما قلت لحضرتك. هو يعتبر بقى بالنسبه لنا احنا كقطاع اثار اسلامي وابتي ده اول مشروع في اثر اسلامي، يعني احنا كمان دي خصوصيه عندنا ان ده اول مشروع في اثر اسلامي. في اثار ثانيه زي ما قلت كده معبد الكرنك، في اثار خاصه بقطاع الاثار المصريه طبعا، كلنا مجلس الاثار ووزاره واحده، لكن احنا بالنسبه لنا بقى كشغالين في المجال الخاص بالاثار الاسلامي والابتي ده هيبقى اول مشروع خاص بينا. فكلنا حماس ان شاء الله المشروع يتم على خير. وزي ما انا دايما بنتكلم احنا بنعمل مشروع وفي نفس الوقت عينينا على الاثر، عينينا على ان الاثر بنحافظ عليه لان هو ده شغلنا. ده كان سؤال حضرتك يا استاذ محمد، تنمويه وللتجربه السياحيه وزياره السائحين، لكن مع المحافظه على الاثر طبعا. عاملين الشرطات قويه جدا، مواد غير قابله غير ضاره بالاثر طبعا، قابله للفك والتأكيد في اي وقت ممكن ان تفك وتتشال خالص. وطبعا هي حاجبه للرؤيه لان يهمنا طبعا القلعه تبان من اي مكان، ده البانوراما بتاعت الاثر بقى، وعدم المساس طبعا بالاثر في مرحله التصميم والتركيب. يعني هو ده مجمل المشروع. ده حاجه مهمه جدا زي ما حضرتك قلت يا استاذ محمد، يعني وذكرت انه قلعه قايتباي هي ايقونه اسكندريه، يعني هي الايقونه المشهوره او الاهم اثر موجود داخل اسكندريه. احنا شايفين صور دلوقتي زي نماذج كده للاضواء المختلفه من القلعه داخليا وخارجيا. النقطة دي حابين نتكلم عنها أكتر، كيفية العرض هتكون إزاي في الساحة الخارجية للقلعة، ولا هيبقى في دخول داخل القلعة نفسها؟ وكمان فكرة صون الأثر، حماية حرم الأثر، لأنه أثر مهم جدا قلعة قايتباي. زي ما كنت بتكلم مع حضرتك، مش احنا اللي بنقول بقى القلعة أيقونة الإسكندرية، ده الزيارة وأعداد الزائرين اليومي اما يبقى في عندي 3000 و4000 وفي الاعياد ممكن توصل ل 7000 زائر ما بين مصريين وعرب واجانب، هو ده اللي بيتكلم والارقام اللي بتتكلم، ودخل وموارد اللي داخله لقلعه قايتباي هي اللي بتتكلم ان هو ده، ان هي ايقونه الاسكندريه فعلا. احنا في اسكندريه عندنا طبعا 10 اماكن مفتوحه في وقت واحد، اماكن مفتوحه للزياره يعني متنوعه طبعا، لكن قلعه قايتباي هي بتيجي في المقام الاول بالنسبه لاعداد الزائرين اللي بتدخل قلعه قايتباي. طبعا اما بالنسبه طبعا للاضاءات والكلام دوت، طبعا المشروع هيتم داخل القلعه، صحيح جوه القلعه وليس الخارجيه. ده الساحه الخارجيه دي خارج القلعه، لا ده احنا المشروع هيتم داخل القلعه زي ما قلت لسيادتك. ان البروجيكتور هيبقى في مواجهه الجدران الرئيسيه للبرج الرئيسي داخل القلعه. صحيح. صور اللي احنا شايفينها دلوقتي صور جميله جدا ورائعه جدا، وان شاء الله مشروع كده يخرج للنور ونيجي نزوركم في قلعه قايتباي ونشوف اول تجربه في اسكندريه، قلعه قايتباي بالصوت والضوء. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد بدبولي مدير عام اثار اسكندريه. استاذ محمد بتولي عفوا مدير عام اثار الاسكندريه.